اهلا بكم اعزائي الشباب في كل مكان، وحلقه جديده من برنامجنا لغه العصر. بنقول الكمبيوتر واستخدامنا للكمبيوتر والنت وكل ما هو جديد في مجال تكنولوجيا المعلومات بيؤدي دايما الى اضافه في حياتنا. النهارده بنتكلم على ازاي نقدر نعمل تطبيق معين، وخصوصا ان في عدد كبير من الدول استطاعت من خلال شبابها انها تقدم سوفت وير وتقدم برامج وتطبيقات وابلكيشن مختلف الانواع، وفي نفس الوقت بيؤدي فوائد جامه لا حصر لها. النهارده هنقابل شخصيه جميله قوي من الشباب اللي قدروا من خلال هذه التطبيقات ان يقدموا افكار جديده. بيسعدنا ان يكون معنا اليوم المهندس ابراهيم صلاح، وهو خريج كليه حاسبات ومعلومات، وبيتدرب في احد هذه الشركات اللي بتعلمه ازاي يقدر يعمل سوفت وير او يقدر يعمل برنامج او ابلكيشن معين. اهلا وسهلا بيك يا استاذنا. عامل ايه؟ الحمد لله. استاذ ابراهيم، اسمح لي في البدايه لو هتكلم على ماذا اعني بالتطبيق، و يعني او الابلكيشن، وازاي ببدا افكر في تطبيق ما، وازاي بحضر ان انا انفذه. تمام. الابلكيشن هو عباره عن سوفت وير انت تحطه على الموبايل او على اللابتوب او على اي حاجه بترن اوبريتنج سيستم، تمام، هينفذ لك مهمه. مثال على كده، ابلكيشن الدايلر اللي على الموبايل، انت تمام، بتخش عليه بتطلب رقم وتدوس على السماعه اللي هو شكل السماعه بيعمل لك كول، تمام، بيتصلك برقم. ده كده ابلكيشن مهمته ان هو يتصل لك. مثلا ابلكيشن الكاميرا ده مثال لي ريتريكا، انت بتخش على الابلكيشن دوت بتشغل الكاميرا، هو بيقول لك صور. تمام، الابلكيشن عباره عن سوفت وير بينفذ لك حاجه او بينفذ لك فانكشن هي موجوده في الموبايل عندك. تمام. ازاي انا افكر في ابلكيشن، او ازاي انا ابدا انا مثلا عندي ابلكيشن عايز اعمله، الاول حاجه لازم افكر في فكره الابلكيشن. انا فعلا شايفها فكره حلوه ولا فكره مش قوي؟ لازم اكون انا مقتنع الاول ان الفكره حلوه، وبعد ما اقتنع ان الفكره حلوه اخش الاول اسيرش على النت اشوف في حد عامل نفس الابلكيشن ده بالظبط ولا ما فيش. لو لقيت حد عامل ابلكيشن زيه بالظبط فانا افضل ان انا ما اعملوش. الهم لو هعمله يبقى اتاكد 100% ان انا هعمل اد فاليو جديده، هضيف حته في الابلكيشن مش موجوده في الابلكيشن اللي موجود، او هعمل نفس الحاجه اللي هو بيعملها بس بطريقه احسن، سواء بقى كان اسرع او بشكل افضل. يعني ممكن غير يكون سبقني وحط على الانترنت عمله او شغله اللي كان سبق وحط فيه فكره ابلكيشن، ممكن تكون بالصدفه الابلكيشن ده عملها لكن ما كملش الفكره، ولا كملها وانا ببدا من حيث ما انتهى. لا، انت ممكن تقابل الاثنين. انا ممكن مثلا اجيب فكره الاقيها اتعملت، انا وانا في ثانيه كان عندي فكره ابلكيشن كنت عايز اعملها على الويندوز فون، بس انا لما دخلت لقيت الفكره موجوده. كنت هعمل نوت زي اللي هي موجوده، النوت اللي موجوده على الموبايل بتبعت لها النوت بالصوت، بس انا دخلت على الستور ولقيت النوت دي موجوده، وموجوده موجوده كمان بكذا طريقه، لقيت فيها كذا مثال. فانا هعمل حاجه معموله ومعموله بكذا طريقه ليه؟ ممكن مثلا اختار فكره ثانيه الاقيها مش معموله او معمول منها جزء صغير، وممكن اختار فكره ثالثه تكون مش معموله خالص بس انا مش في امكانيات ان انا اعملها، تمام، انا ما اعرفش اعملها. يعني انا لو عندي ابلكيشن عاوز اعمله انادي على الموبايل بتاعي اللي انا سايبه في اي مكان، يرد عليا يقول لي انا هنا في تمام المكان الفلاني. تمام في المكان الفلاني ده يعني شمال او غرب او جنوب، مكان صوتي اللي جاي منه. تمام. هل الابلكيشن اللي انا هنفذه ده هيحتاج مني مجهود كبير؟ يعني المفروض الاول ارجع على النت واشوف حد سبقني فيه، اللي سبقني فيه يا اما اكمل يا اما اضيف يا اما ما اعملوش، ولا ايه اللي بيتم في البداية؟ تمام. الاول بص، هو الموضوع بيختلف من شخص للتاني. تمام. انا كمثلا كابراهيم مش عارف زي حضرتك، مش عارف زي احمد، مش عارف زي ياسين، كل واحد فينا وصل في المعرفه في حته معينه. تمام. فانا مثلا لو هعمل ابلكيشن بيتكلم على الصوت، انا كابراهيم عارف ان في لايبرري بتعمل فويس ريكوجنيشن بتسمع صوتي بتحدده، وبعد كده لما تحدده ترد عليا بحاجه، فانا هعرف اعمل ابلكيشن وامشي 1 2 3. احمد مثلا لا، هو عارف ان في فويس ريكوجنيشن بس مش عارف بتعمل ايه، هو سامع عنها بس ما يعرفش، فيبدأ يخش يبحث عنها الاول بتعمل ازاي. الاول ازاي القطعه دي بتتعمل، بكتبها انا عاوز كذا كذا ودلوني ان انا اعرف تمام. اعملها. ما هو لازم اي حد يعمل ابلكيشن او ناوي يعمل مشروع لازم يكتب الهايلايتس في ورقه وقلم كده، بحيث انه يبقى ماشي على خطوات. لان انت لما تمشي على خطوات وتمشي على اساس، ما بتجيش قدام تفتكر ان انت نسيت حاجه، او ما بتجيش قدام تفتكر ان انت في حاجه ما عملتهاش زي ما انت عايز. لكن انت لما تمشي خطوات وتحط ستيبس وتحط اوت لاينز، بتيجي بعد كده في مرحله ما تعرف ان انت وصلت لهنا، وعارف ان كل اللي انت عملته ورا مش محتاج تعدل فيه، او لو هتعدل فيها هيبقى اضافه صغيره انت عارف ان انت احتجتها بس مش هتخليك تعيد من تاني. لكن لو انت لو بتمشي عشوائي او بتعمل حاجه انت مش عارف اصلا عنها اي حاجه، وما مشيتش واحده واحده او ما حطيتش ورقه وقلم، لا الموضوع ممكن يعوق منك جدا، وممكن تمشي وبعد كده تلاقي نفسك قطعت شوط كبير جدا، بس هتوصلك لحاجه نون بروميسنج، هتوصلك لحاجه مش هتطلع لك نتيجه، فتضطر ترجع من الاول تاني.
تمام. فاهم حاجه في الابلكيشن او اي حاجه او اي بروجكت عموما، مش ابلكيشن بس، اي بروجكت انت هتعمله في حياتك لازم تكون حاطط 1 2 3 وماشي عليهم. 1 2 3 واكون مهندس برمجيات، ولا 1 2 3 واكون عاشق لهذه الهندسة او بحبها لكن ما عنديش رؤية كاملة حواليها؟ تمام. في ناس مش اصلا في حسابات ومش في هندسه تمام. وبيشتغلوا في مجال سوق البرمجيات، يعني في بعض الاحيان بيبقى احسن من الراجل اللي متخرج من هندسه ومتخرج من حاسبات. ده ليه؟ ده لان هو حب المجال. اهم من المجال اللي انت تشتغل فيه او اهم من اي حاجه انت تشتغل فيها في حياتك، لازم فعلا تكون حابب المجال. لان انت لو داخل حاجه انت مش حاببها هيبقى يومك روتيني، وانت مش حابب نفسك او مش حابب اللي انت بتعمله، تحس ان انت مخنوق مش رايح الشغل فرحان. لكن انت لو انت بتحب المجال بتاعك تبقى رايح عارف ان انت بتعمل حاجه فعلا انت كنت عايز تعملها، وبعد ما تخلص تبقى فخور باللي انت عملته وتمشي تقول انا عملت كذا وكذا وكذا. فانا انصح اي حد يعني لسه ما دخلش كليه ما تدخلش، خاصه حسابات بالذات، لان حسابات فعلا من جوه كليه صعبه. لو انت مش حاببها ما تخشهاش لانك مش هتبدع فيها، وهتلاقي حد من بره الكليه بيشتغل الحاجه اللي انت مش عارف تشتغلها احسن منه، تمام. وفي ساعتها هيخلي موقفك وحش جدا، ولا انت عارف تشتغل في مجالك ولا انت عارف تروح لمجال تاني. باشمهندس ابراهيم صلاح، بنلاقي الابلكيشن كتير جدا يمكن على النت بيقدم خدمات، البعض منها بتتباع وبعض منها بيقول لك خد هذه الخدمه ببلاش ومجانا. تفتكر شبابنا، شباب جامعاتنا المصريه سواء كانت الخاصه او الحكوميه، يقدروا هم كمان ينتجوا هذه النوعيه من الابلكيشن ويسوقوها مع شركات او مع انفسهم؟ وازاي هيتم، يعني هتكلم عن جانب الإنتاج لكن إزاي يتم جانب التسويق؟ تمام. الاول الموضوع متقسم جزئين، اقسم ازاي انا اعمل ابلكيشن واعرف اديه لشركه، تمام. وثانيا ان انا الابلكيشن نفسه اعمله صح واعرف اعمله لحد الاخر. تمام. خلينا الاول ان انا ازاي اعرف اعمل ابلكيشن. تعرف تعمل ابلكيشن، انت بتشوف الابلكيشن انت تعمله محتاج ايه، محتاج 1 2 3 ريكويرمنت، تمام. تروح كاتبها في ورقه وتروح تقول انا عارف 1 ومش عارف 2. تمام. ولو انا مش عارف 2 اشوف اذا كان في حد الحته بتاعت 2 عملها ولا ما عملهاش، ولو ما عملهاش اشوف انا بامكانيتي ان انا اعملها ولا ما اعملهاش. ده على النت، كل ده بدور على النت، على انت النت كل ده بدور على ما النت. بتقعدش تدور لوحدك ابدا. تمام. تمام. الخطوه اللي انت ان انت هتعمل ابلكيشن دوت، انا كابراهيم او اي حد يعني عموما شغال في المجال دوت ما بيمسكش ابلكيشن يبداه فروم سكراتش، ما بيبداوش من الصفر، لا هو بيشوف حته يروح ماسكها مكمل عليها ويشوف الحاجات اللي ناقصاها، يشوف اذا كان في حد عملها ولا لا. بيكمل عليها على انه فهمها ولا على انها اتعملت وانا باخدها بس معموله؟ هو ممكن ياخدها بس هي معموله، بس هو احسن له ياخدها فهمها عشان لو حب على كده يضيف حاجه يعرف يعدل في الحاجه اللي خدها. طب يفهمها ازاي؟ يعني هل هتبقى بالنسبه له ابلكيشن في جزء مكشوف، يعني يبين لي ازاي انا عملتها؟ تمام. انا الموقع اللي هوريه لك دلوقتي، الموقع دوت اي حد بيبقى عامل حاجه بيبقى حاطط جنبها دوكيومنتيشن. ايه الدوكيومنتيشن ديت بيقول لك كل حاجه هو عاملها في الحاجه اللي انت خدتها، عاملها ازاي واستخدم فيها ازاي، والحاجات اللي جوه ايه هي، فانت هتعرف تقرا الدوكيومنتيشن وتعرف تعدل انت رايح تعدل فين، عارف ان الحته اللي انت عايزها هنا. تمام. طيب عاوزين نشوف مع حضرتك ازاي بنقدر نعمل ابلكيشن، والاول بنفكر فيه ازاي بنحط البوينتس بتاعه وازاي بنبدا نتجه الى تنفيذه. النهارده هتقدم لنا ايه من نوع من الابلكيشن اللي بدات فيه ولسه ما نهتوش؟ تمام. انا دلوقتي شغال على الابلكيشن. الابلكيشن دوت بيشتغل عن طريق الكاميرا والصور. بيعمل ايه؟ بيشوف الصوره ويطلع الاشخاص اللي فيها، وياخد الشخص اللي موجود في الصوره ديت يشوفه اذا كان هو موجود عنده ولا مش موجود عنده. لو موجود عنده بيبدا يجيب لك معلومات عن الشخص دوت ويقول لك اسمه. تمام. الابلكيشن دوت يقول اسمه بس ولا يديني معلومات هو اكتر؟ بيقول اسمه، وبعد كده بياخد الاسم دوت يشوف على الانترنت اذا كان في عنه معلومات ولا مفيش عنه. لو في عنه معلومات بياخد معلومات يحطها لك، يقول لك ان الشخص دوت اسمه احمد وعندنا عنه 1 2 3 معلومات. لو انت شايف ان انت مثلا تعرف احمد وتعرف عن احمد معلومه جديده، فانت ممكن تخش تدفع بنفسك المعلومه الجديده ديت. تمام. تمام. الابلكيشن دوت انا ما بنتوش كده من الصفر، الابلكيشن ده انا عملت فيه حاجات وفي حاجات لقيتها معموله ما رضيتش اعملها تاني، لان في مقوله عندنا في البرمجه، المقوله ديت يعني كونسبت كده الناس كل مهندس كمبيوتر لازم يكون مؤمن بيها، ان اي حاجه انت عايز تعملها في واحد زيك عملها في مكان ما بطريقه احسن منك، فانت احسن لك تروح تشوف الطريقه اللي هو عملها بيها وتاخدها تحطها عندك تفهمها وتحطها، لكن ما تقعدش تبيلد عجله من الصفر. لما بتبدا من الصفر انت هتضيع وقت على نفسك على الفاضي، ده مش حلو ليك ومش حلو حتى للريفينيو اللي هيجيلك من ومش الابلكيشن هينجز معاك. ومش هينجز، هتضيع معاك وقت وهتصرف عليه. فانت ممكن تجيب حاجه واحد عاملها ومخلصها جاهزه تاخدها تحطها عندك وتكمل على البروجكت، لان اي بروجكت تعمله بيبقى كبير بيبقى فيه حاجات كتير جدا، فانت لو قعدت تبني كل حاجه من الصفر ممكن الابلكيشن ياخد معاك 3 4 شهور. لو انت جبت حاجه استخدمتها وفهمتها فياخد معاك اسبوعين بكتير. مفروض مش اخد اي حاجه واعديها لمجرد ان اخدها، لا اخدها وافهمها عشان اقدر ابني بعد كده عليها.
لو لان انا انا مش عاوز مسافر. اعمل بروجكت من كل فيلم اغنيه واجي في الاخر اقول والله انا عملت البروجكت ده. لو انا متاكد ان انا مش هحتاج الحته دي او مش هحتاج اعدل فيها، ممكن اعدي الحته دي وانا بس دي مش حلوه ليا، لان انا كده ما اتعلمتش، خدتها زي تمام ما هي. صح. بس الافضل ان انت سواء تعدل او مش هتعدل تفهمها هي ماشيه ازاي، بحيث ان انت لما تفهمها لما تيجي تشتغل حتى على حاجه زي كده تاني تبقى عارف، انت تبقى عارف انت جبت ايه، تروح لها على طول وعارف انت تعدل فين فيها. اسمح لي باش مهندس ابراهيم، عاوزين نتعلم ازاي هنعمل ابلكيشن وازاي هنفكر فيه من الـ A to Z. تمام. الابلكيشن دوت الاول انا قبل ما اعمله فكرت انا عايز اعمل ايه. تمام. تمام. لقيت انا عايز اعمل ابلكيشن بيشوف الصوره بتاع الاشخاص او بيشوفهم من الكاميرا ويعرفهم، يقول لي الشخص دوت اذا كان موجود عنده ولا مش موجود عنده. لو تمام موجود عنده بيخش يجيب لي عنده معلومات على الانترنت ويعرضها لي، وانا شايف ان المعلومات ديت مش كافيه ممكن اضيف انا معلومات عنها. تمام تمام. انا اول حاجه ما فكرتش في البرنامج دوت، فكرت انا ايه اللي محتاجه عشان اعمله، تمام وكتبت في نفسي كده في ورقه وقلم، كتبت انا محتاج 1 2 3 4. تمام لقيتني كتبت هيد لاينز، بدات اوصل على الهيد لاينز ديت انا ايه اللي عارفه فيها وايه اللي اعرف اعمله وايه اللي مش عارفه فيها. لقيتني مثلا عارف 6 حاجات ومش عارف حاجتين، قلت خلاص هبدا اشوف الحاجتين دولت معمولين ولا مش معمولين. دخلت على النت لقيت فيهم حاجه معموله وحاجه مش معموله، فجبت الحاجه المعموله ديت نزلتها فهمتها، ومسكت الحاجه اللي مش معموله دخلت اتعلمتها كده في يومين، وبعد كده عملت الحته اللي انا عايزها فيها. بقى انا كده عندي 8 اجزاء في البرنامج، في 6 حاجات انا عارف اعمله وحاجتين تحت عندي انا ما كنتش عارف اعملهم بس دلوقتي خلصتهم جهزتهم. مسكت 6 حاجات اللي انا عاملهم دولت، خدتهم كده دورت عليهم لقيت فيهم حاجات معموله وحاجات مش معموله. اللي معموله خدته حطيته عندي واشتغلت عليه، واللي مش معمول بدات اعمله من تاني. عملت كل الشغل دوت ورحت جمعته مع بعض في بروجكت واحد. تمام. بعد ما خلصت البروجكت وجمعت كل الحاجات اللي انا جبتها باستخدام برنامج الفيجوال ستوديو دوت التول بتاع مايكروسوفت اللي هي بتقدمها دي، اكتر دي تقريبا انجح تول انا اشتغلت عليها، بتعمل ديفلوب بتسهل عليك جدا في كذا حاجه. طول ما انت ماشي بتقول لك ايه اللي انت ايه اللي غلط عندك، ايه اللي ناقص وايه اللي مش ناقص. فانا فضلت ان انا اشتغلت عليها، فبعد ما جمعت الحاجات ديت حددت البلاتفورم بتاعتي ان انا اشتغل على مايكروسوفت فيجوال ستوديو تمام او استخدمته وجمعت عليه الحاجات اللي انا جمعتها. بعد ما خلصت البرنامج بدات الاول اعمل تيست واشوف ايه الحاجات اللي انا جربتها وما جربتهاش. انا خدت في البرنامج هنا في براءه اختراع معموله في معموله ومعمول لها دوكيومنتيشن ومعمول لها كلاس جاهزه ديت، بتشوف الوش وتطلعه لك من الشاشه، انت بتحط لها صوره هي بتقول لك الوش دوت. تمام. فانا مسكتها قلت بدل ما اقعد ابلد الجوزن من تاني وياخد مني 2 3 شهور، لان دي حاجه هو اشتغل عليها فتره كبيره واقعد اضيع فيها وقت ملوش لازمه، ما في واحد عملها في مكان تاني واسهل عليا. فانا اروح واخد الوش وابدا انا اشوف الوش ده بتاع مين وابدا اعمل عليه بروسيسنج. انا هو جاب لي الوش جاهز، فانا رحت واخد الكلاس ديت من موقع اسمه كود بروجكت. كود بروجكت دوت موقع اي حد بيعمل اي بروجكت او بيعمل اي شغل شايف ان هو حلو عمل فيه حاجه حلوه بيخش يرفعه عليه، ويكتب ان البروجكت دوت متخصص في جزء اسمه سين. تمام. ويبدا يحط لي دوكيومنتيشن زي ما قلت لك، الدوكيومنتيشن ديت بتعرفني ازاي استخدم البروجكت دوت، ويبدا يحط لينك للكود بتاعه بحيث انت لو حبيت تدونه وتستخدمه، ويبدا يحط شرح ليه ويستخدم كل الحاجات اللي جواه ازاي. ايه الفايده من الشخص ان يحط هذا الابلكيشن على هذا الموقع؟ هل هو بيعلن عن نفسه وبيعرف الشركات الاخرى اللي بتستفاد بالابلكيشن ان هي ممكن او ترجع له وتستفاد معاه ان هو ممكن ينفذ لها ابلكيشن بفكر جديد، ولا ايه الفايده؟ مجرد استفاده وافاده ولا ايه بالظبط؟ الموضوع بتاع ان انت تحط سورس كود على الانترنت متقسم لجزئين، تمام جزء زي هو اخلاقي او شخصيه او حاجه انا بعملها زي خيريه، تمام وجزء بروفيت. تمام. الجزء بروفيت اللي هو الفلوس، ان انا لما انزل الكود على النت ممكن انزله بفلوس ممكن ما انزلوش ببلاش، اقول لك خد الكود دوت استخدمه مده 30 يوم ببلاش بعد كده هيبقى بفلوس، وممكن ان انا لما انزله الشركه تشوفه وتعجبني ويعجبها الشغل بتاعي فتتصل بيك. فيكلموني يقول لي انت عامل شغل كذا، اه تمام، طب احنا عايزين نعينك مع الشركه، انت شغلك عجبنا تعالى اعمل انترفيو وخش معانا. فأنا بسوق لنفسي. وبسوق لنفسي. الجزء بقى الاخلاقي ان انت عارف ان انت في يوم من الايام هتحتاج كونتنت، هتحتاج حاجه مع النت، فانت لما بتنزل بتشجع الشخص التاني اللي قدامك اللي هو ينزل. إنه ينزل. اه فانا بنزل وانت بتنزل واحنا بننزل، فاحنا كلنا بنعمل شغل. يبقى انا عندي رؤيه كامله لحاجات كتير. بقى عندي عالم زي ما هو وتعلمت. بقى عندي عالم زي ما هو متصل بالتكنولوجيا متصل بالموبايلات، في ناس تانيين مهندسين متصلين بالشغل اللي هم عملوه. انا هفيدك وانت هتفيدني، انا بديك وانت بتديني، كل ما المعلومات كانت حلوه كل ما الكود كان منتشر على النت كل ما يسهل عليا شغلي. يبقى انا ما عنديش حاجه جيده عملتها ابخل بيها على الغير، اه لا انا اديها كمان للغير عشان الغير كمان يعلمني تمام. اللي وصل لي. انا اي بروجكت بخلصه وبحس ان هو بروجكت فعلا مفيد ومحدش تمام. منزله بخش انزله على كوبروجكت دوت واكتب عليه ان هو اي حد عايز يستخدمه يستخدمه فري. طب نكمل بعد ما دخلت على الموقع واخترت الموضوع. تمام. انا دخلت على كوبروجكت سيرشيت على الحته اللي انا عايزها تمام لقيتها موجوده، فرحت خدت التوبيك حطيته عندي. تمام استخدمت الكلاسات عندي في البروجكت
والسورس كود، تمام. وقلت بس كده بقى انا عندي 4 5 حاجات موجودين جاهزين، ناقصني بس ان انا اظبط الفريم، وابدا اظبط الداتابيس، وابدا اعمل السيرفيس اللي هتربط البرنامج بالانترنت، وابدا اعمل البرنامج اللي هو هيشتغل على الجهاز اللي اليوزر يستخدمه. تمام، ورينا بقية الخطوات وازاي مشيت فيها. تمام. انا مشيت فيها اول حاجه ان انا بنيت الفريم، بنيت الشكل المبدئي. تمام. تمام. وبعد ما بنيت الشكل المبدئي بدات اربط كل حاجه انا حاططها. انا بدات اربط ديت بالكاميرا، بدات اربط الزرار دوت بالصور اللي بره، بدات اربط البرنامج واحده واحده، بدات اعمله ديفلوب، بدات بقى اشتغل شغل هندسي، ابدا اخد كل حاجه واعملها وابلدها واشوفها لما تشتغل هترن ولا مش هترن. كل حاجه انت بتعملها الفيجوال بيحطها لك في بروجكت ويقول لك ان ده الشغل بتاعك كله، لما بتيجي ترنه بيرن لك كل حاجه مع بعض، ادام انت عامل ريفرنس للحاجه في حاجه ثانيه. يعني مثلا لو عندي 2 كلاس موجودين، بتقول للكلاس الثانيه ان في كلاس رقم 1 موجوده في حته فوق، فانت روح شوف الكلاس ديت وخد منها جزء من الكود بس. فانت بتعمل بتربط كل الكود مع بعضه وبتعمل كونكشن بينهم وتخلي ان البرنامج يشوف كل الاجزاء، وبعد كده بترن بتلاقي البرنامج يشتغل. انت لما بترن البرنامج بتحتاج تجرب الاول هو اشتغل ولا ما اشتغلش، تبدا يبقى عندك داتا تجرب عليها. تمام. تمام. فانا ببدا اجيب صور وابدا اضيفها في الداتا بيس، وبعد كده ابدا اعرض صور ثانيه للشخص دوت بشوف هو بيجيب الشخص ولا ما بيجيبش الشخص. كويس. تمام. انا البرنامج عندي هنا متقسم لكذا حته، في حته اللي هي الكاميرا بتشتغل فيها، دي حته انت لما بتدوس على الديتكت ديت الكاميرا بتشتغل والصوره بتظهر. تمام. وفي حته براوز ايمج ديت لما بدوس عليها بتعمل براوز الايمج والصوره بتتحط هنا ويبدا يتشكلك عليها وشوف اذا كانت موجوده ولا مش موجوده، لو الصوره فعلا موجوده والصوره فيها شخص ويبدا يحط لك الصوره هنا ويعلمك على الشخص. طب نشوف ده بشكل عملي مع الصور، يعني ادينا كده انا هاخد نموذج. صوره واحد مشهور مثلا كريستيانو رونالدو، ده شخص بابل فيجر جدا. تمام. فانا لما هعمل اوبن ليه هو البرنامج بياخد الصوره بيقول لي دي الصوره اللي انت عرضتها. تمام. بعد كده بياخدها هنا يعمل لها بروسيسنج كويس، يشوف الصوره فيها وش ولا ما فيهاش وش. تمام. فعلا بيلاقي فيها وش كريستيانو، فبيروح عامل عليه مربع احمر ويروح كاتب لي فوقيه كده اسم شخص دوت، بحيث ان انا لو كان عندي كذا شخص يقول لي في كذا شخص. بيجي هنا في الجنب يقول لي الشخص اللي موجود في الصوره اسمه كريستيانو رونالدو، عدد الاشخاص 1. ديتكت اند ريكوجنايز ديت بتعمل نفس العمليه بس عن طريق الكاميرا، بتعملها لايف. تمام. تمام. تريننج فيس ديت لو انا عندي كريستيانو دوت ما كانش موجود في الداتابيز عندي، لو انا جبت مثلا شخص جديد اسمه مثلا تشافي لعيب مثلا برضه كوره، ابدا اقول له خد شوف تشافي، يقول لي تشافي مش موجود عندي في الداتابيز، الصوره دي انا اول مره اشوفها، اول مره اشوف الشخص دوت. فابدا انا اعمل اد للشخص دوت هنا ويروح يظهر لي الداتا اللي حصل لها تريننج، ويروح مظهر لي الوش بنا. الوش بلون رصاصي كده يعرف ان انا خدت الوش دوت، ويقول لي اكتب الاسم بتاعه، وبعد كده اروح اعمل اد فيس. بعد ما اضيف الاد فيس كده بقى عندي الشخص دوت موجود في الداتابيز، لما يجي واحد تاني في مكان تاني في العالم يفتح البرنامج ويعمل براوز ليميج ويشوف الشخص يلاقي الشخص فعلا موجود عنده، يقول له اه ده تشافي واحد، مش هقول واحد تاني كان ضيف، هقول ان هو موجود عندي في الداتابيز. يبدا بقى يجيب كل المعلومات اللي عنده هنا. يعني انا هعرفه عشان هو كمان يجيب لي المعلومات من الغير. تمام. تمام. كل شخص ممكن يخش يحط يضيف معلومات عن اي شخص موجود، يعني مثلا ابراهيم شايف ان كريستيانو مثلا كسب السنه دي الكره الذهبيه، نفترض مثلا خش يضيف ان كريستيانو من ضمن انجازاته او من ضمن حياته او من ضمن الكومنتس اللي عليه اللي هو خد الكره الذهبيه 2015. ابدا اضيف برده، البرنامج برده بيعتمد عليه، بيعتمد ان انت كيوزر وانت كيوزر، انا بضيف معلومه وانت بتضيف معلومه. دلوقتي اي فتجمع كل المعلومات في صفحه واحده، كلها بتتحط في سيرفر موجود على النت. تمام. كلها بتروح على السيرفر، انا لما شخص باجي استخدم البرنامج دوت السيرفيس اللي موجوده في البرنامج بتروح على السيرفر تجيب منه معلومات وتحطه وتديهم تاني. ده اللي احنا بنشوفه في بعض الافلام الامريكيه لما بيجي يدوروا على مجرم معين فبيحطوا الصوره. تمام. ويفضلوا يدوروا عليه. هو ده كله بحث على الشبكه لغايه ما يجيب له في بقى الخيال بيقول انه بيخترق اجهزه مخابراتيه، اجهزه حكوميه، وبيطلع الداتا منها. هو ده مش خيال، ده بيحصل فعلا، في اختراقات شغاله وفي حمايه شغاله. مجال الاختراق ده مجال مش صغير، انا ما ينفعش واحد يتكلم عنه اذا كان حاجه كبيره، مجال الاختراق كبير، وعشان تخش اصلا محتاج منك دراسه سنتين او سنه ونص. طبعا احنا بنقول ده انليجال، يعني ده غير قانوني، واحنا بنشتغل دائما في الاطار الشرعي. هي الناس لا نتجه الى اي شيء يعرضنا لمسؤوليه جنائيه. هو في ميس كونسبشن عند الناس، اول ما يسمع كلمه هاكر يعرف ان الشخص ده غير شرعي. الهاكر في منه انواع، في منه واحد اسمه الوايت هات، في منه واحد اسمه البلاك هات. طيب. البلاك هات ده الشخص اللي بيعمل حاجه غير شرعيه، بيخش عليك انت مثلا كاسين، خش على اللابتوب بتاعك يخترقك ياخد منك صور. كويس. في شخص تاني بقى اللي هو الوايت هات، ده شخص بيعمل ايه؟ ده شخص بيمسك الجهاز بتاعك او اللي هو بيعمل لك سوفت وير، يبدا يشوف كل الثغرات اللي ممكن البلاك هاك يخش عن طريقها. ويبدا يرممها، يبدا يعمل لها باتشنج، يبدا يحط باتش لكل ثغره، بحيث ان هو لما الشخص البلاك هات او الهاكر التاني يخش عليك، يلاقي مكان مقفول، يعرف ان في واحد تاني بتاع سكيورتي هاكر بس امن الحته ديت. يبدا بقى انت هو الشغل كده، اي شركه معينين هاكرز،
عشان كده في الغالب لما بيقولوا على هاكر كبير عمل حاجه كبيره ما بيعدموش او ما بيعجبوش، لا ده بياخدوه يعني يعينوه في مكان يقولوا تعالى اشتغل معانا هاكر بس تاني بقى اللي هو الوايت هات، اشتغل معانا انت ديفند ضد حياتي اللي بتحصل عندي. انت خلاص اثبتت ان انت قوي، تعالى بقى ورينا قوتك في الخير مش لان عاده اللي بيقدم هذه الافكار اللي بيخترق هو عاوز يظهر على انه عبقري او على انه قادر على ذهنيا انه يعمل ده. طبعا التدمير مش في ذاته، لكن التدمير بيبقى عشان ياكد ذاته هو انه قادر يعمل ده. احنا بقى هنعيد تاني تفكيرك بانك تمشي على التراك الصحيح، ما تمشيش على الخطا. اسمح لي ما فاضلش غير دقيقه ونص تقريبا في حلقتنا، احنا عاوزين نعرف بعد كده ايه وايه الهدف منه. حضرتك قلت لي هتوفر داتا من كل مكان اخر، ونفرض ان الداتا دي غير صحيحه، يعني انا كتبت بيانات غير حقيقيه، هل الجهاز مفروض انه يتاكد منه بيقول لك هذه البيانات يعني مشكوك فيها ويرجع الى بيانات اخرى لانها تعارضت مع بيانات اخرى؟ هل ممكن يكون في هذا الابلكيشن الموضوع ده؟ تمام. مشروع التخرج بتاعي كان بيعتمد على ان هو يمسك الكومنتس اللي مكتوبه على بوست يقول لك اذا كانت الكومنت دي نيجاتيف او كومنتس بوزيتيف او كومنتس ما لهاش علاقه بالموضوع. فانا البرنامج دوت هو لسه في لسه المشروع مش قديم او احنا شغالين عليه. تمام. انا كان احنا كنا بنفكر في المشكله ديت، او احنا مش مشكله احنا حطيناها برده في الديد لاينز بس دي خطوه قدام قوي، احنا على ما نخلص البتاع ونتاكد ان كل المعلومات تضاف والداتا بتوصل صح نبدا نعمل على الصور دي فلترنج. سوري، نبدا نعمل على الكومنتس دي فلترنج، نبدا نشوف الكومنت اللي فعلا بيمس الموضوع، نبدا نشوف الكومنت اللي هو معمول بيسبام اللي هو كومنت واحد كده وخلاص بس عشان يبقى فيه كومنت تضاف. لما انت بتاخد الداتا بيس دي وتبدا تعمل عليها فلترنج وتعمل عليها سبام تمسك كل كومنت مالوش علاقه بالموضوع تمسحه. الكومنتس اللي اتمسح ديت ما بيظهرش لليوزر، بما ان هو كومنت مسح ما بيظهرش، بالعكس انت كمان ممكن تخلي كل واحد حط كومنت فيك او حط كومنت مش صح تعمل له بلوك من عن طريق ثاني برنامج تخليه ما يعرفش يضيف كومنتس بعد كده، تبقى انت شلته وشلت ضرره الجاي، انت عملت له بريفنشن. فانت كده بس لازم اكون انا على قدر من الفهم قوي ان انا اقول والله ان ده مش صحيح. ايوه ما هو فلما اخد القرار ده هاخده قرار صحيح، والا يعتبر ممكن مع اي حد تاني ممكن يعمل بلاك على اي حاجه. ما هو كل او بلوك على اي حاجه، كل حاجه انت شغالها في البرمجه بتعملها حاجه اسمها الجوريزم. الجوريزم ده بيعمل ايه؟ الجوريزم هو طريقه حل بيشوف الحاجه اللي انت عاملها ويبدا يمشي عليها واحده واحده بحيث ان هو يوصل لحل صحيح. تمام. الجوريزم اللي شغال هنا اسمه هار كاسكيت، ده بيبدا يشوف الصوره تبدا تتاكد فعلا ان الشخص اللي موجود في الصوره دوت هو الشخص اللي فعلا اللي انت عملت له براوز الصوره اللي انت اخترتها او الشخص اللي واقف قدام الكاميرا، لان ممكن يوصل نتيجه غلط، ممكن يقول لك انتوا الاثنين شبه بعض فانتوا الاثنين واحد. لا، الالجوريزم يمشي واحده واحده، يبدا يقيس ويبدا يعمل كذا حاجه. في حاجه اسمها ثريشولد، الثريشولد ده ايه؟ ده الحد اللي هو بيقف عنده، لو بعد كده يبقى غلط قبل كده يبقى صح. تمام. باشمهندس ابراهيم، قول لي الفايده من هذا الابلكيشن. انا متخيل ان انا اتصورت في مكان وبعدين وانا واقف لقيت في الخلفيه في صور اشخاص كان في مؤتمر يبدو ان انا اعرفهم او ما اعرفهمش، انا عاوز اسال هما مين دول عشان يبقى انا عارف. هنا البرنامج هيقدم لي هذه الجانب. لو العمليه معموله بجانب امني وفي شخصيه بتتحرك في مكان وتم تصويرها، مين الناس اللي بتتتبع هذا الشخص؟ يبقى انا اقدر من خلال هذه الصور اتعرف على مين ده، يبقى انا بعمل عمليه كشف يعني جنائي على شخصيات معينه اتحركت حوالين هذه الشخصيه العامه. هل هو ده الهدف ولا هناك اهداف اخرى من الابلكيشن؟ الهدف الرئيسي للبرنامج زي ما قلت لك ان التكنولوجيا معموله عشان تسهل لنا الحياه في حياتنا. تمام. هدف البرنامج ان انت تخليك ماشي في مكان تبقى مشغل الكاميرا قدامك مثلا واحد ما تعرفوش، او انت مثلا رايح تقابل واحد ما تعرفوش، او انت مثلا شغال بكاميرا ورايح لناس انت اول مره تخش عليهم تبقى عارف الناس دي فين. هم دلوقتي الفيسبوك والحاجات دي بينمي ان هو يقوي السوشيال ميديا، يقوي العلاقات بين الناس، فانت طبيعي انت تروح لناس ما تعرفهاش ممكن ما تبقاش عارف شكله، فانت لما تشغل البرنامج وتمشي تبص على قدامك عن طريق الموبايل بتاعك مثلا بالكاميرا هو يصور لك الشخص يبدا يجيب لك معلومات عنه. يبقى انت هتخش تعرف تسلم على مين انت عارف ده مين وعارف ده عمل ايه في حياته. وكتير قوي ساعات ما بنقعد في اماكن نسال هو فين الشخص الفلاني فيشاورونا على شغل ده ممكن يقدم لنا انا اتعرف على الشخص بالاسم، يبقى انا بقدم له الاسم ما بقدمش الصوره. الاثنين هو البرنامج انت ممكن تضيف الاسم ممكن تضيف الصوره، يعني ممكن تضيف الصوره اسهل لك، يعني انت ما تكتب الاسم لا انت ترفع بس كاميرا الموبايل كده في وش الشخص يقول لي هو ده الشخص، يقول لك الشخص ده اسمه كذا ودي معلومات عنه. اولا بس اقفلك طبعا على هذه الفكره واقول هذا الابلكيشن جيد وان شاء الله يكون له وجود على الساحه العالميه. بشكرك باشمهندس ابراهيم صلاح وبقول احنا لازم نتعلم منك ان شاء الله ومزيد بالتوفيق. شكرا ليك. شكرا لكم اعزائي الشباب في كل مكان، المهم ان احنا نتعلم ونتعلم ازاي مش مشكله، لكن
المشكلة ان احنا يكون عندنا الصبر، وطبعا الميديا مفتوحة وعلينا محاولات كتيرة ونتعلم من اماكن مخصوصة جامعاتنا المصرية فيها تدريبات، وفي اماكن مختلفة زي ما قال الباشمهندس ابراهيم صلاح في اماكن ممكن قوي نتعلم منها. اسمح لي قبل ما نقفل معاك الحلقة عاوزين نعرف موقعك ايه بحيث ان عدد كبير من الشباب يتواصل معك. الايميل يعني ايميلك؟ تمام، انا eng_ibrahimsalah@hotmail.com. تاني مرة eng_ibrahimsalah@hotmail.com. شكرا ليك ابراهيم صلاح، شكرا ليكم اعزائي الشباب، ونشوفكم دايما على خير. الى اللقاء.